الحمد لله جيني اول مباراه رسميه اول انتصار والكونتر الترجي في طيبميل. الحمد لله الحمد لله جروب كامل وقفنا مع بعضنا حابين نردوا الاعتبار على خيبه الامل اللي صارت لنا الجمعه اللي فاتت. الحمد لله الجمهور هذا ما نتصور الجمهور هذا باش يستاهل يروح متغشش، هذا اقل حاجه نجمو نهدوا له وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله باش نكملوا نخدموا قدره ربي لاخر العام يكونوا فرحانين كي ان شاء الله. نطمن على الاصابه نتاعك. والله النسابة ان شاء الله خفيفه ما فيها شيء، جوست كروم في دم في زوز موليات نتاعي. كومبيتيسيون ماك تعرف من عام ناول اخر ماتش في الروتور ما لعبتش ان شاء الله تو الخدمه ان شاء الله باش نفرحوا جمهور نادي رياضي سيارتي. جمهور اليوم دز معنا اليوم معنا، نحن الحمد لله كنا في المستوى، حكينا معنا الجوهر الكل قلنا راهو الماتش هذا نتاعنا كون او لا نكون، اذا كان نحن اليوم نحبوا نرجعوا الثقه نتاع الجماهير ونحبوا نرجعوا الثقه سيرتو معناتها فينا احنا، اذا كان نحبوا اليوم وانا نلعبوا على التيتر من ثلاثه راهو ما لازمناش نساوموا في حتى ماتش في السفيرت اللي برا ما السفيرت. الحمد لله ما فماش من خير اليوم ترجع ثقه نتاع الناس انك تربح كونكيرون معنا معاك الاسبيرونس. الاسبيرونس كما جات هي اليوم تحب تربح نادي السفيرت تدخل من الدقيقه الاولى، قلت لهم الاولاد راهم الدقيقه الاولى لازمتهم راهم يعرفوا اليوم راهم جايين لهنا بشخصي. دخلنا الماتش قلنا بقلايب من الدقيقة الأولى دقيقة 90 تشوف الأولاد كسوا اللي يلعب كسوا اللي يدخل واللي عاود خرج، كنا يد واحدة كنا الأولاد احنا جروب واحدة اللي باش نربحوا باش نربحوا مع بعضنا، لا قدر الله باش نخسروا مع بعضنا. لعبنا بقلايب برجولية وإن شاء الله في نكملوا هيك إن شاء الله. الحمد لله على بلادنا، احنا عندنا توا قانون في بلادنا اللي في على أرضنا ما نساوموش، كل جمعية كسوا الإسبيرونس ليتوال لو كلوب أي صغير كبير نلعبوا معاه احنا، ولازمنا ديما تروا بوان هنا في بلادنا والبرة ديما لازمنا ديما نقلعوا تراحنا. بقدرة ربي إن شاء الله ما يراو منا كان الخير وعلى السكة صحيحة إن شاء الله جمهورنا ديما يدز معانا وبإذن الله لاباس إن شاء الله.